ونستطيع القول أن التحضيرات لقمة الجزائر ربما لم يسبق لها مثيل من حيث الكم ومن حيث الكيف، فهذا كله دل على حرص رئيس تبون وإخوانه القادة العرب على أن تكون هذه القمة التي تعقد بعد ثلاث سنوات والنصف من الانقطاع بسبب الكورونا أساسا. إذن هذا الحرص الجماعي بين الرئيس تبون وإخوانه القادة أن تكون فعلا قمة ناجحة من كافة جوانبها.